بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة أبو عبيدة ريف حما الله طامن 18/1/2013، تفكيك قنابل عنقودية ذكية التي قصفها جنود الأسد على مدينة لطامنة منذ يومين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة أبو عبيدة ريف حما الله طامن 18/1/2013، تفكيك القنابل العنقودية الذكية التي قصفت بها مدينة لطامنة. القنابل العنقودية الذكية التي قصفت بها المدينة على المدنيين الأمنيين وعلى الحقول والأراضي الزراعية منذ يومين. ريف حما الله طامن 18/1/2013. الله أكبر عليك يا بشار، أنت وزبانيتك. هذه هي مخلفات الصواريخ والقذائف العنقودية التي قصف بها المدنيين على مدينة لطامنة. الله أكبر، عزة لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، العزة لله، الله أكبر. إن الله معنا يا بشار الأسد، إن الله معنا. لا نخاف ولا نخاف القنابل العنقودية الذكية التي تقصفنا بها، إن الله معنا بإذن الله. نحن قوم لا نخاف، بإذن الله ننتصر أو نموت. كتيبة أبو عبيدة ريف حما الله طامن 18/1/2013، تفكيك وتفجير قنابل العنقودية الذكية التي قصفت بها مدينة لطامنة منذ يومين على المدنيين وعلى حقول الأراضي الزراعية. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار الأسد، الله أكبر. 18/1/2013، كتيبة أبو عبيدة ريف حما الله طامن. كتيبة أبو عبيدة ريف حما الله طامن 18/1/2013، تفكيك وتفجير القنابل العنقودية الذكية التي قصف بها المدنيين الأمنيين على المنازل والأراضي والحقول الزراعية منذ يومين. الله أكبر، الله أكبر، عزة لله، الله أكبر، الله أكبر، عزة لله. الله أكبر، عزة الله، الله أكبر، الله أكبر. والله الشظايف وصلني بالدار. الشيخ حتى والله يجي ولد يغريها. هذه هي القنابل العنقودية الذكية التي يقصف بها بشار وجيشه الله أكبر، عزة الله، ثلاث
هذا ليش عم تقولوا عصابات بشار الاسد؟ ليش مو بشار الجحش؟ ولا اخو جايين. ها جايين. انت الجحش. زيدي ولك فوزتي زيدي زيدي جدو فوزتي ليش جدو فوزتي طب لا يدوس على عم تبدي بعد الله أكبر الله أكبر والعزة لله الله أكبر مريض حمل الطاولة 18/1/2013 تفكيك وتفجير قناة العنقودية الذكي التي قصف بها المدنيين منذ يومين كتيبة أبو عبيدة عريف حمل الطاولة 18/1/2013 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك بشار الله أكبر الله أكبر عليك بشار عريف حمل الطامن 18/1/2013 يلا عدين في النهاية بعدما أن أقوم بتفكيك القنابل العنقودية التي لم تنفجر فأجمعها بحذر مع بعضها البعض وأضعها متساوية وأترك مصيرها للأطفال وحقوق الإنسان وأصحاب الضمير الحي فماذا أنتم فاعلون فانظروا هذه البيوت هذه القنابل العنقودية التي لم تنفجر ولم أستطيع تفكيكها فأترك مصيرها للأطفال ولحقوق الإنسان إن كان هناك حقوق للإنسان في سوريا ولأهل الضمائر الحي لا أستطيع تفكيك أكثر من ذلك والله المستعان. كتيبة أبو عبيدة ريف حمال لطامي 18/1/2013 القنابل العنقودية الذكية التي قصف بها المدنيين منذ يومين